الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي متابعين حوا، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال بامر الله. طبعا بما ان احنا لسه الجو حر حر فعلا، يعني الله المستعان، ربنا يلطف بنا جميعا في الحر اللي احنا فيه دوت. فاحسن حاجه بقى ايه، واحسن واسهل الوصفات هنعملها كمرطبات لذيذه وسهله في ايه، في الحر دوت. فهنعمل ايه النهارده مع بعض؟ هنعمل كيكه الايس كريم. احنا عملنا السنه اللي عدت الايس كريم باطعم مختلفه، وكمان عملنا ويتش الايس كريم، كان لذيذ جدا جدا بصراحه يا جماعه، والفيديوهات موجوده على القناه اللي يحب يتعرف عليها ان شاء الله. فتعالوا النهارده هنعمل ايه، هنعمل كده ونجدد، هنعمل كيكه ايس كريم غنيه كده ولذيذه، هنضيف لها بعض الاضافات زي ما انتم شايفين كده مع بعض، وطبعا في مكونات ثانيه بس عشان كادر الكاميرا مش جايبها، فاحنا هنجيبها واحده واحده ان شاء الله مع بعض. بداية كده زي ما انتم شايفين معايا تشكيلة كده من ايه، من البسكوتات. معايا بسكوت ويفر، معايا بسكوت سادة بانواع مختلفة، يعني معايا كمان بسكوت اللي هي الايه الشوكولاتة ديت المحشية زي ما انتم عارفينها. فاللي يريحك اشتغلي بيه، بس يستحسن طبعا التنويعة ديت، هتديكي ايه طعم جميل كده هوت للايس كريم بتاعي. فتعالوا كده ايه نتعرف مع بعض ونبدأ نشوف الطريقة بتاعتنا ان شاء الله. بصوا كده فتحنا ايه حبه كده من البكاوي بتاعه البسكوت، وهنبدا هنا كده في البوله بتاعتك. بدايه هبدا بالبسكوت، ده يعتبر اول مكون في كيكه الايس كريم بتاعتنا. هكسرها كده اهو، بصوا انا مش عايزه تكسير البسكوت، مش عايزاكي تكسريه جامد، عشان عايزه البسكوته تبقى محتفظه بالقوام بتاعها في ايه، في قلب الكيكايه زي ما هنشوف اهي. شايفه التكسيره، ما تكسريهاش انعم من كده. خلاص كمان اهو معايا البسكوتات الثانيه اهي، برضو كده اربعات كده اهو اهي، خلاص بالشكل ده. معايا برضو بسكوت الويفر، انا بوريكم الانواع اللي انا بستخدمها اهي، قطع كده اهو، حاولي بقى تكسريها ايه قطع كده اهو، لا هي كبيره قوي ولا صغيره قوي. تمام، هكسر بقى ايه كل كميه البسكوت بتاعتي. معايا نوع كمان تاني اهو، تمام اهو، برضو هكسره كده خلاص بالشكل ده، شايفين اهي. خلاص كده هكسر كل الكميه بتاعتي بالشكل دوت قطع صغيره كده، واخلصها واجيب المكون الثاني في الفيديو بتاعنا. تعالوا بعد ما ايه، بعد ما كسرنا البسكوت اهو، اوريكم كده شكله اهو، ده ميكس البسكوت اللي احنا عملناه مع بعض. خلاص كده هنبدا نعمل ايه الكريم، الايس كريم بتاعنا. تمام، الايس كريم بتاعنا عباره عن ايه، بصوا كده هنا انا معايا دي كوبايه ميه متلجه، خلاص ميه، لازم الميه تكون ساقعه، بصوا الميه شايفين اهي ميه مشبره. خلاص هحط عليهم ايه، مع كوبايه من الكريم شانتيه الخام، ده كريم شانتيه المتحده. الكريمه دي يا جماعه احسن انواع الكريمات، بترمي معاكي كميات كبيره جدا ما شاء الله يعني. ومعايا كمان طبعا عشان الكريم شانتيه بتاعنا خام ما فيهوش اي نسبه سكر، هاخد معلقتين من السكر. السكر دوت حبيبات ناعم جدا عادي، فاحنا هندوبه الاول في الميه، لو عندك سكر بودره برضو يمشي ويكون احسن يعني. تمام، يبقى هنزل كده بمعلقتين من السكر على كوباية المية، وكمان هضيف ايه، هضيف معلقتين، هضيف كمان معلقة كبيرة من الحليب المجفف كامل الدسم. هضيف المعلقة دي ليه؟ اولا هو بيدي قوام برضو للكريم شانتيه بتاعنا او مادة الايس كريم اللي احنا هنعملها، وكمان انا عاملة هنا بالمية، فلو انت عجنة عجنة، احنا على اساس ان احنا فيديو عجن يعني، المهم لو انت عامله هنا الايس كريم بالحليب مش محتاجه انك انت تحطي معلقه الايه الحليب المجفف، فانا هحطها علشان انا ايه عجنه بميه برضو عجنه علشان انا حاطه ميه للايس كريم، وكمان هضيف للتنكيه برضو يديني نكهه كده جميله ورقه من الفانيليا. خلاص اهي، وهقلبهم وهضرب فيهم لغايه لما السكر بس ايه يبدا ايه يذوب كده معايا. بعد ما دوبنا السكر والفانيليا كده اهوت، هنعمل ايه، هننزل بكوبايه الكريم شانتيه بتاعتنا، بس عشان المروحه بس شغاله. تمام، وهشغل طبعا انا ايه، بس عشان مشغله اللمبه بتاعه الاستاند، فانا هفصل، هشيل الفيشه بتاعه الاستاند وهشغل المضرب، وهوريكم وانا شغاله القوام بيوصل معايا لايه. تمام كده، بصوا كده يا جماعه انا شغاله اهو زي ما انتم شايفين. تمام، بصوا بدا ايه، هيبدا كده يتقل معايا الايس كريم وياخد قوام تقيل، هبدا اشتغل فيه برضو لغايه لما يتقل معاكي. لو حطيتي وحسيتي ان الايس كريم بتاعك مثلا خفيف شويه، ممكن تضيفي له معلقه تاني من الايه، من الكريم شانتيه.
لو حسيتي برضو ان هو تقيل عن القوام اللي انا هوريهولك هتضيفي له يا اما حبه حليب لو عندك او حبه ميه، خلاص كده، بس لازم يكون متلجه. بعد ما خلصنا ضرب الايس كريم بتاعنا وحطيناه طبعا في التلاجة هوريه لكم بس دلوقتي، بس طبعا عشان الجو حر فما حبيتش ان انا اسيبه على الرخام، معانا هيسيح. هنبدا ناخد المكون الثالث وهو ايه، زي ما انتم شايفين كده معايا مانجا. طبعا المانجا دي متفرزه، المانجا دي بتاعه تفريزات السنه اللي عدت، احنا لسه السنه دي بصراحه كده انا لسه ما فرزتش اي مانجا، حتى ان كنا جبنا للاكل كده في البيت عادي، بس دوت الايه اللي متفرز عندي. هبدا ان انا ايه قشرتها طبعا قبل ما تفك معايا خالص زي كده وهي لسه جامده معايا، وهبدا ان انا اقطعها مكعبات. طبعا هي ايه قلبها لسه، بصوا لو انتوا سامعين الصوت شايفين انا بمشي فيها السكينه ازاي زي المنشار كده، لان قلبها لسه ايه مجمد معايا اهو، شايفين بالشكل ده. وهبدا ان انا اقطعها مكعبات كده. طبعا لو انت عندك بقى اللي هي ايه، او لو انت جايبه، انا قلت بصراحه استغل اللي ايه اللي متفرز عندي بدل ما يعني هبوظ مثلا او هرميه، فطبعا صوره فانا هستغله في الوصفات زي كده. خلاص هقطعها كلها بالشكل دوت كده مكعبات كده اهوت، وبعدين هرجع لكم ونكمل مع بعض. بعد ما ايه ما خلصنا بقى ايه جهزنا كده كل ايه حاجات الكيكايه بتاعتنا، هنعمل ايه؟ معانا هنا طبعا الاضافات اللي هي ميكس البسكوتات، ومعانا المانجا اللي احنا قطعناها مكعبات اهي المتفرزه، ومعانا كمان كده ايه حوالي معلقتين من الشوكليت شيبس. تمام، هنضيفهم كلهم على البسكوت. هنزل كده بالشوكولاته بتاعتنا اهي، وكمان هنزل بالمانجا برضو. تمام، وهبدا ان انا اقلب كل الميكس بتاعي دوت كده مع بعضه. اجيب بس معلقه ثانيه اقلب كده هو. طبعا اي فاكهه انت عايزه تضيفيها بدل المانجا ماشي، مفيش مشاكل، اي فاكهه الموسم انت حابه تضيفيها عندك تضيفيها. خلاص بالشكل دوت كده، خليبي بس المانجا كده مكتله اهي، خلاص وزعت المانجا كلها كده. هجيب بقى ايه الايس كريم بتاعنا واوريه لكم، ونشوف كمان هنشكل الكيكه بتاعتنا في قوالب ايه. بصوا بقى كده شايفين قوام الايس كريم بتاعنا، شايفين ما شاء الله عامل ازاي جميل، اللهم بارك. شايفه المنقار دوت، لازم توصلي بالكريمه بتاعتك لمرحله المنقار دوت، شايفه التقيل معايا، بصي مهما بهز لولا ايه تضربي ايدك جامد لولا بينزل منك. خلاص كده مرحله الكريمه بتاعتنا تمام ومية مية. تعالوا بقى نبدا ننزل بايه بالايس كريم بتاعنا على البسكوت وعلى المزيج والخليط اللي احنا عملناه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين ما شاء الله القوام عامل ازاي معانا. هنزل كده بحبه وهبدا اقلب، هاتي كده من فوق لتحت، ما تقلبيش طبعا ايه كتير يعني علشان خاطر البسكوت ما يتهريش معانا بالشكل ده. وانا مجهزه هعملها في ايه، هعملها في قالب الكيك، قالب الانجليش كيك يا جماعه. تمام، المهم بس انك انت ايه اهم حاجه تقلبي كده بحيث ان الكريمه بتاعتك ديت او كريمه الايس كريم تتغلغل في كل خليط الايه الكيك معانا بالشكل ده. تمام، شايفين ما شاء الله، وتكون طبعا الكميه كافيه ومكفيه وزياده كمان الخليط بتاعنا بالشكل ده. خلاص، وهبدا اجيب بقى ايه القالب معايا اهو، قالب الانجليش كيك بتاعنا. تمام، او قالب التوست اللي عندك يعني. خلاص، وهتبداي، او لو في قالب مدور برضو ينفع يمشي تمام مية مية، اللي انت عايزه تعمليها فيها تعمليها. انا حطيت كيسين كده من اكياس الثلاجه اهو. تمام، حطيت واحد بالطول وواحد بالعرض، يعني حطيت واحد كده اهو شايفين كده، وحطيت واحد كده علشان لما اغلف بعد كده الكيكايه بتاعتي. خلاص، هعمل ايه كمان، دهنتها كده، اديت الكيس من هنا فرشة كده خفيفة جدا نقطة زيت، ومشيتها برضو كده ايه احتياطي علشان الكيكة بتاعتي لما اجي افضيها تقلب معايا بكل سهولة. وهبدأ بقى ان انا ايه املى القالب بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا بقى ايه بصوا كده، انا نزلت الكريمه بتاعتي كلها او الكيكايه بتاعت الايس كريم كلها. وهتعملي ايه، هتاخدي كده وتخبطي كده كام خبطه علشان خاطر يتساوى معاكي والارضيه تتساوى وما يبقاش فيه اي فراغات. وبعد كده هبدا اعمل ايه، هبدا الف كده على الايه الايس كريم بتاعنا بالشكل دوت اهو، الم كده اهو، والناحيه الثانيه برضو بالشكل ده، هسويها
تمام. والناحيه دي برضو كده اهو، كل ايه الاطراف اللي انا عاملاها دي هلمها على الايه الكيكه بتاعتي، واحاول ان انا احددها بالشكل دوت اهو، من هنا كده ومن هنا، شايفين معايا كده اهو اهو، علشان القالب بتاعي يبقى مظبوط اهي. بانت معاكم، بصوا انا هرجع اشيلها بس عشان اوريكم، وبعد كده هظبطها قبل ما احطها في الايه في الفريزر اهي. خلاص كده بصوا، شايفين انا بسويها ازاي، والشكل ده كده بقي ايه القالب معايا اهو. خلاص كده، طبعا بعد كده خلاص دي المرحله كده بتاعتنا خلصت. هتيجي مرحله ايه؟ مرحله ان احنا هنحطه في الفريزر. طبعا دوت ما ينفعش يتحط على الرف في الثلاجه، ده لازم يقعد ليله كامله، ما يقلش على 12 ساعه في الفريزر، تمام كده. فانا دلوقتي عاملاه من الصبحيه كده اهوت، هنيجي بقى لغايه بالليل هنسيبه 12 ساعه كامله ان شاء الله، وبعد كده هنخرجه مع بعض. وفي تزيين كمان تاني نهائي هنعمله له قبل التقديم، هنشوف كله ان شاء الله، بس نحطه في الفريزر ونرجع بعد 12 ساعة. تعالوا بينا نشوف مع بعض ايه كيكة الايس كريم بتاعتنا بعد ما عدى عليها زي ما قلنا هنسيبها 12 ساعة. رجعنا كده بعد 12 ساعة، تعالوا بينا نفتح ونشوفها زي ما سبناها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، شايفين؟ اللهم بارك. طبعا انا همسك كده تمام، وهعمل كده واحط الصينيه وهقلبها كده على الصينيه، هرفع طبعا القالب. بسم الله شايفين، عشان كده قلت لك تحطي الاكياس بتاعه الثلاجه دي كده، نشيل واحد واحد. بسم الله تشيل معايا بكل سهوله ما شاء الله، اللهم بارك كده، حاجه جميله جدا جدا. طبعا هنزينها بقى للتقديم كده. طبعا انا عملت واحده تاني اهي، هفتحها برده هوريها لكم ان شاء الله في اثناء التصوير. ده اللي اتبقى معايا عملت بيه القالب الصغير دوت. خلاص كده، تعالوا بقى كده عندي هنا ايه، بصوا هنا كده انا معايا دوت، ده جناش شوكولاته، مش شوكولاته خام يعني انا مسيحاها، بس ضفت عليها كده حبه من ايه الحليب عشان يعمل لي جناش ايه ده خفيف كده. وهبدا اخد كده، سواء عايزه تاخديها بزاويه بقى، عايزه تاخديها كده زي ما انت عايزه. نبدا كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي ايه ساقعه وجامده معايا، وهتاخد فيها الايه الكريم الشوكولاته على طول. عايزه تزودي بقى، عايزه تكتري اكتر من كده، ممكن بعد كده بعد ما تقطعيها كل قطعه كده هو تدي ايه كل واحد ياخد مثلا على القطعه بتاعته، لو هو حابب هيحط عليها الشوكولاته اللي هو عايزها. عايزه تزينيها بقى من فوق تاني بحبه من المانجا، احنا حاطين فيها مانجا، حابه تحطي فراوله لو انت حاطه فيها فراوله، اي حاجه اللي يريحك، بس انا هسيبها كده زي ما هي. تمام، تعالوا بقى نقطعها مع بعض ونشوف ايه. تعالوا بقى ايه بعد ما عملناهم، بصوا كده ده التاني اهو اوريه لكم، ده التاني عملناه مع بعض اهو زي ما انتم شايفين كده، وطلعته برده وحطيت عليه ايه صوص الشوكولاته او جناش الشوكولاته. تعالوا بقى ايه نفتح كده مع بعض ونسمي الله ونشوف كيكه الايس كريم بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله جميلة، هرفعها كده على طبق وهوريها لكم اهي، شايفين؟ ايه رأيكم؟ جميلة خطيرة اهي. طبعا بس هنا كده طبعا البسكوت يعني مش لازم هيبقى متساوي معايا، لازم هيطلع بالشكل ده، شايفين شكلها؟ اللهم بارك. وطبعا الشوكولاتات والبسكوت السادة والبسكوت الشوكولاتة وكل ما فيها ما شاء الله جميلة جدا جدا، حاجة كده مرطبة وسهلة ولذيذة في فصل الصيف. أتمنى إنكم تجربوها بقى. تعالوا كده هنقطعها ونشوفها مع بعض. بصوا كده شايفين، شايفين متماسكة معايا ازاي، والبسكوتات جميلة ولذيذة. طبعا طبعا ايس كريم، فايس كريم يعني جامد، لازم يبقى ايه جامد وفي نفس الوقت بيسيل معايا، لو ما سيلتش معايا بالشكل دوت تبقى مش ناجحة. تمام كده، الله خطيرة جميلة والله يا جماعة، والأطعم كده كلها مع بعضها متجانسة وجميلة جدا جدا. أتمنى بقى إنكم تجربوها بطريقتنا، حاجة مرطبة كده في فصل الصيف وسهلة وبسيطة.
اختي وحبيبتي لو وصلت معايا لغايه دلوقتي فضلا وليس امرا، لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم في الله، وسيبكم في رعايه الله وحفظه، واقول لكم السلام عليكم.